سيادة الوزيرة، يقولون دوما أنه من رحم المعاناة يولد الأمل. مؤشرات الفقر كيف اختلفت قبل الجائحة وما بعدها، وبالتالي الدور الذي أنيط بالحكومات أن تلعبه في ضوء هذه المؤشرات واختلافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أنا ألتقي مع حضراتكم وأشارك في هذه الجلسة الهامة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي أصبح منصة دولية هامة نتطلع جميعا في الالتقاء فيها. الحقيقة لما بنتكلم على مؤشرات الفقر، والمهم ان احنا نقول الإطار الحاكم لعمليات التنمية على مستوى العالم ازاي بينظر الى قضية الفقر، فبنلاقي انه الأجندات الدولية الأممية، أجندة التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063، وأجندة مصر 2030، وهي النسخة الوطنية من الأهداف الأممية والتي أيضا تتفق مع أجندة أفريقيا 2063، كل هذه الأجندات التنموية كلهم بيتفقوا على أهمية قضية الفقر وأبعاد الفقر في التأثير على معدلة التنمية، وبالتالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله. مهم برضو ان احنا لما بنتكلم على تجارب تنموية ان احنا نقول طب احنا تعريف الفقر ايه؟ العالم كان بينظر للفقر ازاي؟ وايه التطور اللي حصل على مفهوم الفقر؟ الفقر كان زمان بيبص له على مستوى دخل الفرد، هو بيقاس بمستوى دخل الفرد، ثم بدأ مع تطور المؤشرات ومع تطور التعريفات المختلفة ابتدى يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر. فبنبص لمؤشرات التعليم، بنبص لمؤشرات الصحة، بنبص لمؤشرات الخدمات الأساسية اللي بيتمتع بيها الفرد في أي دولة، وده اللي أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. فلما ببص لمؤشر زي مؤشر التعليم، أنا ببص النهاردة إلى نسب التسرب من التعليم بالإضافة إلى نسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. لما ببص النهاردة على مستويات الصحة، بنشوف النهاردة مستويات الخدمات الصحية ومستويات التغذية. لما بص على مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن، بنبص على الخدمات الأساسية زي خدمات الصرف الصحي، خدمات الحصول على مياه نظيفة، كهرباء، شبكة طرق بيتمتع بها المواطنين، كل ده طبعا بالإضافة إلى متوسط الدخل اللي بيحصل عليه الفرد، وده اللي بيكون مفهوم الدخل المؤشر الفقر متعدد الأبعاد. طيب عايزين نشوف لما حصلت الجائحة حصل إيه في هذه المؤشرات وإزاي أثرت على معدلات الفقر. الجائحة زي ما تفضل أستاذ أحمد هي يمكن أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم في القرن الحديث. ليه بنقول إنها أزمة، أكبر أزمة اقتصادية مرت علينا؟ لأنه كانت الأزمات اللي احنا عصرناها أو حتى أزمة الكساد الاقتصادي الكبير اللي حصل في 1929، بنلاقي الأزمات كانت يا إما أزمات بترتبط بقطاع معين زي أزمات القطاع المالي، أزمات الديون، أو بترتبط بمناطق معينة زي أزمات اللي حصلت في آسيا أو الأزمات اللي حصلت في أمريكا اللاتينية. النهاردة الأزمة بدأت بأزمة صحية، فأثرت على الإنسان، أثرت على الإنسانية، وبالتالي تداعياتها النهاردة انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى، وبالتالي أثرت على كل جوانب الاقتصاد. أثرت زي ما بنقول كده على جانب العرض وعلى جانب الطلب، يعني على المشتري والبائع، وبالتالي ده أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة بتقدر بحوالي من 40% إلى 70%، انخفاض شديد في معدلات الاستثمار، أدت إلى أيضا اضطرابات في أسواق العمل لأنه كل ده بيرتبط في الآخر بسوق العمل وبالتوظف. بنتكلم كمان على عملية خطيرة جدا وهي اضطرابات حركة التعلم. النهاردة بتقدر الأفراد اللي حصل لهم اضطراب في المنظومة التعليمية بقرابة 1 مليار شخص على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2022. بنتكلم أيضا
على تأثير ده على متوسطات البطالة، لأنه طبعاً بنتكلم على أكتر من 255 مليون وظيفة هيتم فقدها بنهاية هذا العام، بنتكلم على حوالي 250 مليون مواطن بنهاية عام 2022 هيخشوا في مستويات الفقر. فالتداعيات خطيرة جداً لهذه الأزمة لأول مرة، زي ما بقول هي أزمة بتؤثر على الإنسانية بشكل كبير. طب الدول تعاملت إزاي مع هذه الأزمة؟ الحقيقة الدول ما يقدرش نقول إنه هناك نظام أو تعامل موحد للدول مع هذه الأزمة. ليه؟ لأنه كل دولة اختلف تعاملها مع الأزمة وفقاً لدرجة تقدمها الاقتصادي، وفقاً لإمكانياتها، وفقاً كمان للهيكل الديموغرافي والتركيبة السكانية اللي فيها، لأنه أزمة صحية بتؤثر بشكل كبير، بتتأثر بها التركيبة السكانية، فكان هناك اختلاف تباين شديد جدا في تعامل الدول مع هذه الأزمة وفقا لهذه المعايير المختلفة. طيب طبعا حالة عدم اليقين أيضا اللي بترتبط بالأزمة الصحية وبترتبط بالسلالات اللي بتتحور كل شوية، دي أيضا بتؤثر بشكل كبير على الأزمة. طب التجربة التنموية المصرية كانت فين من هذه الأزمة؟ الحقيقة مهم إن احنا نؤكد إنه مصر بتنتهج مبدأ مهم جدا، وهو مبدأ الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وده اللي قامت عليه استراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في 2016، وهي استراتيجية ورؤية مصر 2030. اللي راعت هذه الاستراتيجية إن أنا عشان أحقق تنمية اقتصادية، ما أقدرش أحقق تنمية اقتصادية من غير ما أراعي البعد الاجتماعي، وأراعي في الأفراد الأقل حظا، وراعي في إدماج الفئات ذوي الهمم. ما أقدرش أحقق التنمية الاقتصادية ولا تنمية اجتماعية من غير ما أراعي البعد البيئي، وبالتالي أحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية. مهم أيضا أن احنا نؤكد أن الكلام ده تم تأكيده في الاستراتيجية اللي أطلقها السيد الرئيس في مطلع في منتصف هذا العام 2021، وهي استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أكدت على الحقوق المدنية والحقوق السياسية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق الإنسان، المرأة والأطفال وذوي الهمم في كل هذه المنظومة. لما جت الجائحة كان هناك التوجه الاستراتيجي اللي توجه به السيد الرئيس، وهو التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن، وهو أولوية أولى بالنسبة لنا كلنا خلال أخذ إجراءات احترازية، وفي نفس الوقت استمرار عجلة النشاط الاقتصادي. ده كان توجه استراتيجي حاكم في التجربة التنموية المصرية، والحقيقة كان هناك تعامل سريع جدا مع هذه الأزمة. تعاملنا ازاي؟ حصل اول حاجه كان في مسانده سريعه للقطاعات التي تضررت من الازمه. ليه؟ لان عندنا قطاعات تضررت، توقفت نتيجه توقف حركه النشاط الاقتصادي، كان عندنا قطاعات توقفت بشكل كلي زي قطاعات السياحه وقطاعات الطيران، وقطاعات تضررت بشكل جزئي زي مثلا قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فكان هناك مساندة من قبل السياسات المالية اللي دخلت دعمت وسندت هذه القطاعات عن طريق ان هي اجلت لهم المدفوعات السيادية بتاعتهم في تسهيلات في سداد هذه الاستحقاقات والمدفوعات، ايضا السياسة النقدية عن طريق اعادة جدولة بعض الديون واعطاء بعض الديون الميسرة، القروض الميسرة من اجل تشغيل او الحفاظ على الكيانات. المحور الثاني اللي اشتغلنا عليه كان اعادة ترتيب اولوياتنا. الأزمة خلت العالم كله يعيد ترتيب أولوياته، وكان مهم جدا إن احنا نبتدي نتوجه في استثمارات الدولة إلى القطاعات الأولى زي قطاع الصحة والتعليم، وأيضا القطاعات التي لديها مرونة ولديها قدرة على التكيف مع الأزمات زي قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات، زي قطاع الزراعة. هذه القطاعات الدولة ضخت فيها استثمارات تقارب 300% في ذلك الوقت. الحاجة الثالثة وهي مساندة الفئات، المواطن المصري.
الدولة المصرية تقدمت لأول مرة بمنحة رئاسية للعمالة الغير منتظمة، اقترب من 6 مليون مواطن فرد من العمالة الغير منتظمة حصلوا على هذه المنحة الرئاسية لمدة 6 أشهر. زودنا المعاشات، زودنا الأجور والمرتبات. ليه كل الكلام ده في وقت دول كتير أخدت إجراءات تقشفية؟ لأن إحنا كان بالنسبة لنا الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، الحفاظ على المؤسسات، الحفاظ على العمالة بتاعتنا هي أمن قومي بالنسبة لنا. هذا هو السلام والأمان الاجتماعي اللي بالنسبة لنا إحنا كلنا بنبقى حريصين في الحفاظ عليه. دي كانت الخطة أو السياسة قصيرة الأجل اللي تعاملت فيها الدولة المصرية بشكل سريع لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخاصة بجائحة كورونا. المحور الثاني وهو المحور المتوسط الأجل، وهو تحسين الإسراع بتحسين جودة الحياة في الريف المصري وتطبيق مبادرة إسراع بمبادرة حياة كريمة، وهي الحقيقة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد، ويمكن هي بتتعدى هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة. لأن احنا لما بنتكلم على الخدمات التي تقدم في قرى الريف المصري، في 58 مليون مواطن في 4500 قرية، بنتكلم على خدمات بنية أساسية، صرف صحي ومياه، شرب وكهرباء وشبكة طرق، بنتكلم على خدمات وحدات صحية، بنتكلم على فصول، بنتكلم على سكن لائق، بنتكلم أيضا على تنمية بشرية وتدريب مهني وفرص عمل، وده اللي بيضمن استدامة كل جهود التنمية، ان احنا بنوفر فرص عمل في هذه القرى. بنتكلم على استثمارات بتصل تقريبا ما بين 45 الى 50 مليار دولار بيتم ضخه في هذه المبادرة. من ضمن أيضا المؤشرات الإيجابية الهامة في خطة التنمية المصرية، إحنا بنتكلم لأول مرة على انخفاض في معدلات الأطفال دون سن الخامسة، بنتكلم على زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم وفي نسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى. مهم الإشارة إنه المرحلة التمهيدية اللي بدأنا فيها في حياة كريمة اللي كانت فقط 375 قرية، مؤشرات الفقر فيها انخفضت إلى ما بين 10 إلى 14% في هذه القرى، ودي ما كانتش كمرحلة تمهيدية، ما كانش بيتم فيها كل ما يتم الآن من كل الخدمات اللي بتتم في حياة كريمة. أيضا الدولة المصرية لديها تجربة رائدة في تطوير المناطق العشوائية والغير آمنة، بنتكلم على أكثر من 357 منطقة غير آمنة بيتم فيها لأول مرة توفير كل الخدمات الأساسية من أجل خلق مواطن صحي يستطيع أنه هو يتعامل مع المجتمع المصري. برضو مهم الإشارة أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والأولى عربيا اللي اتخذت تدابير تراعي احتياجات المرأة في ظل الجائحة. نحن الدولة الأولى على مستوى العربي ومستوى الشرق الأوسط اللي أخذنا تدابير تراعي هذه الجائحة. الحقيقة ما أقدرش أتكلم على مؤشرات فقر من غير ما أتكلم على القضية السكانية، من غير ما أتكلم على ارتباط القضية السكانية بمؤشرات الفقر وارتباط الفقر بزيادة عدد السكان. عشان كده التجربة التنموية الهامة اللي بيعلنها إن شاء الله السيد الرئيس في غضون أسابيع أو أيام قليلة، وهي قضية تجربة تنمية الأسرة المصرية، ودي هدفها الأساسي حاجتين: هدفها ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، وفي نفس الوقت الارتقاء بخصائص السكان. إحنا بنرتقي بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة، في التغذية، في إتاحة خدمات صحة المرأة. لأن إحنا مهم إن إحنا نقول إنه لما بتكلم النهاردة على الفقر وارتباطه بالقضية السكانية، بنهم نقول إن 48% من الأسر اللي بيها 6 و7 أفراد هم من الفقراء، و 80% من الأفراد اللي بيعيشوا في أسر فيها 10 أفراد من الفقراء. وده بيؤكد على
أنه ارتباط الوثيق بين قضية الفقر وقضية السكانية. وبالتالي بيأتي هنا تمكين المرأة وإتاحة الخدمات الخاصة بصحة المرأة والتغذية والمحور التوعوي والثقافي والتعليمي من أهم المحاور اللي بتضمن إن إحنا فعلا نرتقي بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات متناسبة من الزيادة السكانية. في النهاية أنا يعني بختم برسالة للشباب إنه كل الجهود التنموية اللي بتقوم بها الدولة، ولكن الفقر الأهم هو فقر القدرات. وعشان كده الرسالة اللي بقولها لشبابنا إنه التعليم والتدريب المستمر لا يتوقف عند سن معين. الدولة المصرية بتتيح مجموعة كبيرة جدا من البرامج التدريبية والتعليمية في كافة المجالات. لدينا أكاديمية أنشأها السيد الرئيس مخصوص للتدريب وتأهيل الشباب على القيادة ولإعطاء الشباب مهارات مختلفة. لدينا عدد كبير من المؤسسات التي تؤهل الشباب على مجموعة كبيرة من البرامج. فانتهزوا كل هذه الفرص للتعليم والتدريب المستمر، لأنه كل ما زادت قدراتي كل ما زادت فرصي أنا للاختيار. الحاجة الوحيدة اللي محدش بيقدر ياخدها مننا اللي احنا بنحتفظ بيها في عقلنا، دي قدرتنا. وكل ما كنت لدي قدرات ومهارات كل ما الفرص اتفتحت أمامي. هذا المنتدى هي منصة هامة جدا لبناء القدرات. وجود القيادة التنفيذية أعتقد أن دي أيضا تجربة تنموية فريدة تستحق الفخر والإشادة. وجود القيادة التنفيذية والقيادة السياسية كلها وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية مع شباب مصر سواء على المنتدى الدولي أو على المنتدى المحلي، الهدف الرئيسي منها هي بناء القدرات وبناء الشخصية الواعية القادرة على التعامل مع كافة التحديات. شكرا لحضراتكم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة هالة السعيد.